مرحبا بكم مشاهدينا الكرام في حضرة العود من ركن الفنون لهذا اليوم. كل محبي العود وكذلك فقرة ركن الفنون. يعتبر العود واحد من الآلات الحنينة جدا اللي بتخلي المستمع وكذلك العازف في عالم مختلف تماما، مليان بشجن ومليان بحنين ومليان بحاجات جميلة جدا. في حلقتنا لهذا اليوم أو في فقرتنا لهذا اليوم تحديدا في حضرة العود مع الأستاذ أبو بكر عبد الله عوض، محيي الدين الجنيد، عازف عود. مساء الخير عليك. مساء النور، كيف أحوالك؟ الحمد لله تمام. سنة سعيدة عليك إن شاء الله. على الجميع إن شاء الله، عليكم الله يديك العافية. بداية خلينا نتعرف اللي هو أبو بكر الجنيد، كيف دخل لعالم العود والعزف والآلات الموسيقية؟ والله الحقيقة أنا طبعا من صغير بهوى آلة العود، تمام، بهوى هواية تماما، ومن بدري اقترت لي آلة العود وبدأت أعزف يعني من فترة طويلة. لكن في النهاية يعني حاولت أطور نفسي في العزف وكده، وهيت وصلت المرحلة دي. لكن الآلات كثيرة جدا، وقد تكون واحدة من الآلات اللي هي العود صعبة بعض الحال، خصوصا أنه أنت منذ الصغر قلت أنك بدأت، فشنو حاجة ممكن تكون شدتك؟ والله يعني من الحاجات يعني من المشاهدات القديمة في التلفزيون وكذا، يعني الناس اللي بيعزفوا العازفين السودانيين الكبار يعني كانوا بيعزفوا في نايدر، شدوني جدا على آلة العود، ويعني تمنيت أكون في نفس المستوى إن شاء الله. طيب خلينا نستمع إلى مقطوعة إذا أمكن. السلام عليك. واضح جدا ارتباطك بآلة العود، ولكن خلينا نتكلم اللي هو عن بقية الآلات، عندك تجارب فيها ولا فقط العود؟ والله أنا ما بديت كنت بعزف على آلة الأكورديون، نعم، بدايتي الأولى، نعم، بعد ذاك يعني غلبت آلة العود على على الآلة الثانية دي، وعندي يعني محاولات في آلة الكلارنيت، آلة نفخ حقيقة برضو يعني. لغاية الآن ولا وقفتها؟ يعني وقفتها لي زمن طويل يعني، كنت أيوة بعزف عليها ووقفتها يعني لقيت ما بعزف عليها السنة. الأكثر صعوبة طيب من وجهة نظرك، بما أنه أنت مثلاً جربت كذا آلة، العود أم بقية الآلات جربتها؟ أنا أفتكر آلة الكلارنيت كانت من أصعب الآلات، هي آلة نفخ قريبة للساكسفون. يعني الصعوبة فيها شنو بالضبط؟ يعني لان يمكن ناس كثيره جدا ما بتستخدمها او ما بتحبذها، ولا شنو ممكن نقول اللي هي الاسباب؟ والله هي لان يعني اول حاجه بتشتغل بايديك اصابعك كلها، أيوة، بالاضافه للنفخ يعني هي فيعني بقت فيها حاجتين يعني، بدل لازم الشخص يكون عنده لياقه وقلبه كويس ونفسه كويس كده، هي فيها حاجات كده بتاعت نفس، وهنا بتحتاج لتمارين خاصه كده. اوكي طيب، واول ما بديت اللي هو عزف العود كان في صعوبات ولا من السهل انه اي شخص مثلا حابب انه يجرب آلة العود بيقدر بكل سلاسه؟ والله آلة العود دي اول حاجه بتحتاج لي رغبه، انه الزول يكون راغب في الاله، بالتاكيد بيتعلمها نعم في الرغبه.
فممكن يتعلم بسهوله جدا جدا اذا كمان لقى معاونه او لقى حته تتبناه وتدرسوا طريقه العود الصحيحه وكده، يعني في فتره وجيزه جدا بيبقى عازف ممتاز ما في شك يعني. نعم. طيب اذا نستمع الى مقطوعه كمان. حاجة معروفة أو متعارف عليها عن آلة العود إنه هي مرتبطة بشكل كبير جدا بالموسيقى العربية، شنو السر؟ والله يعني إحنا ما بدأنا نستمع للموسيقى كده العربية تحديدا لقينا العود آلة أساسية في الأوركسترا العربية، وارتباطها بكثير جدا جدا بالأعمال الدرامية والموسيقى التصويرية في المسلسلات وفي الأفلام، فبتكون واضحة جدا جدا آلة العود. نعم. وخصوصا في الدراما الحزينة يعني. فالعود بيلعب دور كبير جدا جدا في الموسيقى التصويرية بتاعت المشاهد بتاعت الأفلام أو المسلسلات. يعني آلة أساسية في كثير من الأعمال الدرامية. نعم. طيب خلينا نستمع إلى حاجة، لكن احنا ما عايزين نخش في مود الحزن نهائيا. فاذا ما كانت تدينا موسيقى عربيه ممكن بتجسد لنا دخولنا مثلا في السنه الجديده يعني، او اي حاجه مبهجه ومفرحه. يعني بحاول اديك مقام عربي. اوكي. يعني شغل فيهم. Thank you.
السلامة عليك. يمكن آلة العود واحدة من الآلات الصعبة جدا وما بتستحمل أي خطأ نهائيا، فدارين نعرف اللي هو الشخص عشان يصل لمرحلة إنه هو ما يخطئ مثلا في استخدامه لآلة العود، كم بيستغرق مدة من التدريب؟ التدريب يعني أنا بتكلمك عن التدريب اليومي. طيب. يعني لا بد في التمارين على العود يعني ما تقل من 3 إلى 4 ساعات متواصلة؟ متواصلة يوم يعني. وفي تمارين محددة لازم يعني دي ثابتة تكون مستمرة على الدوام يعني. بالإضافة للتمارين بتاعت التكنيك بتاع الأصابع وحركة اليد في العود، كل أي حركة في العود عندها تمارين محددة يعني واضحة وكذا هناك. فبالاستمرار في التمرين بالساعات وكل ما زدت ساعات كل ما يعني الزول بيجود عمله بيصل هناك سريع جدا جدا وبيكون ماهر جدا في العود. في اساسيات اوليه للتعليم مثلا في قواعد معينه؟ في قواعد يعني اذا زول داير يتعلم بس العود من الاول في تمارين ابتدائيه زول بيبدا بها وتتمرحل الى ان يصل للمستويات العاليه بتاعت التمارين العاليه جدا يعني. ممتاز. طيب اذا نستمع مجددا اذا ممكن. طيب. السودانية. طيب العود آلة أساسية في الأوركسترا السودانية، من كبار الفنانين اعتمدوا على آلة العود في التلحين. أساسا التلحين اعتمدوا على العود كثير جدا جدا، من الرواد الأوائل مرحوم حسن عطية، مرحوم مسمار حسين، عبد المصطفى، دل اول ما بدا العود احنا تعرفناه بهؤلاء العمالقه يعني. بعد ذاك جاء الجيل اللي بعدهم وكده محمد اللمين، ابو عركي، ديل الناس اللي يعني كانوا مشهورين بعزف العود ممتاز جدا جدا. وبعد ذاك جاءت اجيال ثانيه يعني، وبالمناسبه هسه في شباب ولا صغار يعني على مستوى عالي جدا جدا من العزف، بس للاسف يعني يمكن الاعلام ما ظهرهم ولا كده، لكن موجودين ما شاء الله يعني على مستوى عالي جدا جدا. فارتبطت آلة العود بالموسيقى السودانيه وبالالحان تحديدا، اي ملحن اي هناي في الغالب يكون بيعزف عود وبيلحن باله العود. ممتاز. أساسي. طيب خلينا اللي هو نعرف اكثر الصولات اللي بيظهر فيها العود بشكل واضح، يعني اذا تدينا مثلا نماذج. والله يعني الصولات هي دائما في صولات بتكون في داخل الاغاني. طيب داخل الاغاني يمكن واحد يتذكر صوله واحده كده ان شاء الله يقدر يجي يعزف يعني. انتبه.
صولة هي يعني جزء من المقطوع بتاع طيب عبد الامين يعني للاسف بس ما يعني مستحضر لي هسه صوله يعني في الوقت الحالي. طيب ما في مشكله، خلينا نشوف الاغاني الوطنيه والاغنيات الوطنيه السودانيه وناخذ نماذج برضو من المعزوفات. كان ايضا يعني نموذج اخر اذا ممكن، يعني احنا عايزين الليله نستمع الى عزف العود باكبر كميه ممكن. سأل ما بتوي إذا كان صوتي جميل كان غنيت معك. ديك ألف عافية، شكرا لك جزيلا. أنا الأستاذ أبو بكر عبد الله عوض محي الدين الجنيد، عازف عود، كنت ضيفنا في فقرة ركن الفنون. شكرا لك، شكرا لقناة 24. شكرا لك. شكرا لك.